كل هالغيبة؟ شو بكون؟ أهلا وسهلا، مين الشاب؟ شادي خير ابني. بعدني ناطرة جواب مصطفى. يجاوبك عشو؟ شو في؟ ليش ساكت يا مصطفى؟ ليش واقفين؟ تفضلوا. بعدني ناطرة جوابك مصطفى، ليش كان بدك تخبصني بالسيارة؟ لا لا مش معقول، أكيد مش مصطفى. مطفى، يا بتخرس يا بتفوتي لجوا. وطفى معلش، أنا موضوعي حساس شوي. أنا جيت لعندكم مع ابني للقيته ورجالي بعد 18 سنة، فعملي معروف جاي أفهم من جوزك ليش كان بدك تخبصني بالسيارة. ما بعرف عن شو عم تحكي يا ست. بلا بلا مصطفى، بتعرف وبتعرف كتير منيح. كاميرات الجريدة صوروا الحادث وانت مبين، صورتك مش كتير واضحة. خوت شوف، هيدا انت كنت عم تسوق سيارة نمرتها مزورة. رشيد خطار بعتك حتى تخبصني. مين قال لك عن رشيد خطار؟ ما حدا عنده مصلحة يقتلني غير رشيد خطار، وهو بعتك حتى تقتل سامر جديد. مصطفى، أنا بعتذر إني عم بفتح هيك مواضيع قدام مرتك، بس شو بدي أعمل؟ أنا عم جرب رد اعتباري، أنا عم جرب رد اعتباري بجريمة لزقوني فيها عامر خير ورشيد خطار بالتكافل والتضامن. جريمة قتل أسعد مخلوف جوز بنته لرشيد حتى يخليها للجو هي وجوزي، ويحرموني من هيدا الشاب. بس الله كبير ما حرمني منه، باقي ما انحرم من اني رد براءتي واعتباري قدام الناس. بس انا شو دخلني؟ انت الوحيد اللي فيك تساعدني، انت اللي بتعرف اهلي، انت اللي اشتريت بيت اهلي من 18 سنه، يعني انت القاتل المأجور تبع رشيد خطار. انت يا مصطفى بكفي يا ست. بتعرف شي فيك تساعدني فيه؟ قد ايه صار لك بتعرف رشيد خطار؟ اكثر من 20 سنه. قلت شي غلط؟ انت بتعرفي لرشيد خطار؟ بعرف انه جوزي بيشتغل عنده. بتعرفي لوليد الصراف؟ المحامي؟ محامي. عمو وليد يعني؟ اتصلوا فيه خليه يجي لهون. هو بيعرف هون كمان؟ بيعرف هون. والله اشتقنا زياد جابر. ولاد الاصل بيشتاقوا لبعضهم. عم تقلي إلي يا أستاذ، عشنا عمر تحت وصايته ورعايته للرائد. تسلمي يا عمر، تسلمي. بس لو ما الأستاذ لكننا شفناك ولعرفنا شي عنك. الأستاذ جامع الروس بالخير. والأمر كان بشو جامعهم دخلك. مهضومة يا عمر، بعدك مثل ما أنت. وحضرتك؟ بعده. وهلأ جاي لنشوف كيف بدنا نساعد ميسم عبود بموضوع براءته. حضرة الرائد، حضرتك مآمن ببراءتها لميسم؟ أكيد. عظيم. هلأ طلعت هي وابنها لعند مصطفى حرب يلي اشترى بيت بيا. وكرمال شو؟ كرمال جاوب على أسئلة الست ميسم. شو هي أسئلة الست ميسم بقى؟ والله مصطفى هو اللي طلب حضورك. أنا من جهتي بعتبرك ضالع مع عامر ورشيد بتوريطي بجريمة القتل، جريمة قتل أسعد مخلوف. وأنت ليش جاي لهون حتى تسألي عن شيء تحكمتي فيه من 18 سنة؟ تحكمت فيه ظلم وليد. ظلم؟ ليش ظلم؟ لأني مش أنا اللي قتلت أسعد مخلوف، أنا بريئة. دفعت ثمن ما إلي فيه. مين قال بعد كل هالوقت فيكي ترجعي تفتحي الموضوع؟ لأنه الحق ما بيموت. هيدي قناعتك؟ بهالبلد هيدي قناعتك؟ الحق ما بيموت؟ ميسم، في حقوق كتير ماتت بهالبلد، ما في إلا تبويس اللحى يلي ماشي. أنت ساهمت مع اللي ورطوني، أنت بتعرف إني بريئة، بتعرف ومشيت معهم. طيب ومصطفى شو بيقدر يعمل لك؟ مصطفى بيقدر يعمل كتير. مصطفى، أنت شو عرفك ببيت أهلي من 20 سنة؟ شو عرفك ببيت أهلي لو ما كنت أنت إيده اليمين لرشيد خطار؟ مثلك مثل كتيرين، مثل الأستاذ مثل عامر، إجرين كراسي. فليش ما بده يكون مصطفى هو اللي بيعرف مين قتل أسعد مخلوف؟